أشاد العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بمحتويات معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة ومؤتمر المحاكاة والتدريب يومكس 2016 بمدينة أبو ظبي، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث افتتح المعرض سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وذلك ضمن أسبوع أبو ظبي للطيران. هذا وتجول سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في المعرض، حيث اطلع على أحدث التقنيات التي توفرت من جانب الشركات العارضة من أسلحة ومعدات وبرامج المتابعة لمختلف المواقع. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأن المعرض فرصة مثالية للاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية والعلمية في مجال الأنظمة غير المأهولة لمجموعة رائدة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، حيث جمع تحت مظلته معرض ومؤتمر المحاكاة والتدريب، مما سيوفر للعاملين في هذه القطاعات الفرصة للتعرف على كوكبة من الشركات العالمية الجديدة في هذا المجال. وأعرب سموه عن سعادته للمشاركة الكبيرة من الشركات الإماراتية ودورها المحوري في هذه الأنشطة مع نظرائها لعرض مجموعة من الابتكارات التي لها دور في إحداث نقلة نوعية في هذه الصناعة التي يتوقع لها أن تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2020. وأضاف سموه بأنه خلال السنوات الخمس الأخيرة تمكنت هذه الشركات الإماراتية من بناء علاقات شراكة استراتيجية مع شركات عالمية أتاحت لها بناء منظومة صناعية وتدريبية متكاملة، ونجحت في طرح العديد من منتجاتها في الأسواق العالمية. هذا ومن المتوقع أن يستقطب المعرض العديد من الخبرات والمعنيين والمختصين في عدة مجالات دفاعية وأمنية ومدنية وتكنولوجية للاطلاع على جديد العلم في مجالات الأنظمة غير المأهولة، سواء المخصصة للأغراض الدفاعية أو المدنية، وكيفية تطوير تلك التكنولوجيا لخدمة الأغراض المخصصة لها، بالإضافة إلى التعرف على احتياجات الدول من برامج المحاكاة والتدريب الرامية لتأهيل وبناء الكوادر القادرة على التعامل مع المستجدات العالمية.